حثيثة تبذلها الدولة لحماية أمنها القومي من خلال تنفيذ استراتيجيات شاملة لمواجهة العديد من المخاطر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. ومن أسس استراتيجيات حماية الأمن القومي دعم قدرات الجيش في مواجهة التحديات الخارجية، وهي السياسة التي اتبعتها القيادة منذ توليها مهامها قبل 10 سنوات. وخلال الأعوام الماضية تطورت بشكل كبير الرؤية العسكرية على مستوى التكتيك والاستراتيجيات، فبدأ الجيش خطة مكثفة لتطوير تسليحه على كافة المستويات بشكل يضمن له قدرة الردع من جهة، وتنفيذ عمليات هجومية والتعامل مع مخاطر عسكرية غير نمطية مثل عمليات التنظيمات الإرهابية في سيناء. واتساقاً مع التطور التكنولوجي تمضي القوات المسلحة بخطى متسارعة لبناء وتنظيم منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية عن طريق تطوير قاعدة التصنيع الحربي واستخدام تكنولوجيا التسليح المتطورة من خلال رفع قدرات المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من نظم التسليح المتقدمة. وتتبنى القيادة العامة للقوات المسلحة استراتيجية دقيقة لبناء قوتها العسكرية بإدخال أحدث الأسلحة في مختلف القوات، منها الفرقاطات ولنشات الصواريخ والغواصات وحاملات المروحيات المسترال، وكذلك إدخال طائرات الرافال والميك 29 بما يمكنها من مواجهة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري. كما شهدت البنية التحتية للقوات المسلحة تطوراً كبيراً عبر تدشين عدد من القواعد العسكرية، منها قاعدتا محمد نجيب وثلاثة يوليو البحرية بجرجوب. التحديث المستمر لقدرات التسليح المصرية عبر مصادر متنوعة إنما هو قرار استراتيجي عكس توجه الدولة نحو موازنة علاقات مصر الخارجية والحفاظ على استقلالية القرار المصري. المرونة في استراتيجيات تعزيز القدرات العسكرية تتجلى أيضاً في الاستعداد للأشكال والأنماط الجديدة لإدارة الصراعات في ظل دخول أطراف مسلحة من غير الدول، اهتمام كبير أولته القيادة السياسية والعسكرية لتطوير ودعم قدرات القوات المسلحة لمواجهة كافة التحديات، وهو ما وضعته الحكومة الجديدة صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة حفاظاً على الأمن القومي المصري.